هل شاهدتم من قبل؟ انظروا هذه الصورة. هل شاهدتم كمية الصحفيين والمصورين الذين يديرون ظهرهم لكل الملعب، للاعبين الأساسيين، ليصوروا لاعبا احتياط يقف هنا 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 اسمه رونالدو. رونالدو سرق العدسات. لماذا اشتريت التذكرة؟ لأشاهد رونالدو. ما أنا أعلم أن البرتغال ستفوز على سويسرا 20-0. يقولون لي بالتليفون ألو فازت. أوكي، أنتم فكروا بنفسية رونالدو على الدكة، نجم في آخر أيامه الكروية، تلك الدقائق فرصته ليختم مسيرته. لاحظوا حجم الألم لديه. ماذا يقول؟ وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجاء إلى من دعاني، وقد كنت صبارا على القرن في الوغى، ثقيلا على الأعداء غضبا.